أعضاء من الكتلتين التركمانية والعربية في مجلس محافظة كركوك يؤكدون بضرورة إقالة ريبوار الطالباني رئيس مجلس محافظة كركوك وكالة الغير موجود في كركوك منذ أحداث فرض سلطة القانون في المحافظة. مسلحون مجهولون يسطون على منزل مواطن تركماني في منطقة الأسرى والمفقودين في كركوك، ويعتدون على أفراد الأسرة ويسرقون مصوغات ذهبية وكمية من النقود. مصادر سياسية تؤكد بأن رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي يتعرض لضغوطات من أحزاب سياسية للقبول بمرشحيها لنيل حقائب وزارية. رئاسة الأركان العامة التركية تعلن مقتل 3 من إرهابي منظمة PKK في غارة شنتها مقاتلات تركية على مواقع الإرهابيين شمالي العراق. من استوديو الشهيد أحمد هاجروغلو أحييكم مشاهدينا الكرام، إليكم نشرة الأخبار. في الآونة الأخيرة تداولت مواقع التواصل الاجتماعي كتابا صادرا من ريبوار الطالباني رئيس مجلس محافظة كركوك وكالة الغير متواجد في كركوك منذ أحداث فرض سلطة القانون بالمحافظة في 16 من تشرين الأول في عام 2017، والذي أعطى تعليمات إلى عضو آخر في مجلس محافظة كركوك والذي هو الآخر في أربيل أن يتولى تمشية مهام أعمال المجلس. وفي هذا الشأن تحدث لعدسة فضائية تركمانيلة عضو الكتلة التركمانية بمجلس محافظة كركوك قاسم حمزة بضرورة إقالة ريبوار الطالباني وإعفائه من المنصب، فيما أشار المتحدث باسم المجلس العربي في كركوك حاتم الطائي بأن الوضع القانوني لريبوار الطالباني غير مستقر وعليه دعوة وأوامر صادرة بإلقاء القبض عليه. في الآونة الأخيرة تداولت مواقع التواصل الاجتماعي كتابا صادرا من ريبوار الطالباني رئيس مجلس محافظة كركوك وكالة الغير متواجد في كركوك منذ أحداث فرض سلطة القانون بالمحافظة في 16 من تشرين الأول في عام 2017، والذي أعطى تعليمات إلى عضو آخر في مجلس محافظة كركوك والذي هو الآخر في أربيل أن يتولى تمشية مهام أعمال المجلس. وفي هذا الشأن تحدث لعدسة فضائية تركمانيلة أعضاء في مجلس محافظة كركوك من الكتلتين التركمانية والعربية، حيث أكد عضو الكتلة التركمانية في مجلس محافظة كركوك قاسم حمزة خلال حديثه لفضائية تركمانيلة بضرورة إقالة رئيس مجلس محافظة كركوك وكالة الهارب إلى مدينة أربيل ريبوار الطالباني وإعفائه من المنصب. نحن قلنا لهم ليكون ذهابنا إلى إقالة رئيس مجلس محافظة كركوك بالوكالة، لأن الآن رئاسة المجلس بالتشكيلة السابقة لا توجد على أرض الواقع، لأن رئيس المجلس يدير المجلس من بعد، وهذا سبب لا نتحمله الكتلة التركمانية، لأننا منذ اليوم الأول كتبنا مذكرات وطلبات إلى الجهات المعنية بخصوص إقالته، بخصوص إبعاده وإعفائه من هذا المنصب لكي نشكل رئاسة مجلس جديد وليكون هنالك اجتماعات دورية. من جانبه أشار المتحدث باسم المجلس العربي في كركوك حاتم الطائي أن السياقات القانونية ليست كما يفعلها رئيس مجلس محافظة كركوك الغير متواجد في كركوك ريبوار الطالباني، مبينا أن الوضع القانوني للطالباني غير مستقر وبأن عليه دعوات قضائية كثيرة بالإضافة إلى صدور أوامر إلقاء قبض بحقه. معروف بالصيغة الإدارية أن مسألة التكليف هي مسألة وقتية عندما يكون رئيس الوحدة الإدارية أو المسؤول في المجلس أو أي تنظيم إداري كان في حالة مرض أو سفر أو يكلف غيره أو نائبه بالأحرى بإدارة هذه المؤسسة لفترة زمنية
مؤقتة، هذا هو القانون. المشكلة أن السيد ريبار طلباني رئيس مجلس المحافظة السابق الغير موجود حاليا في كركوك، هو وضعه القانوني غير مستقر، هنالك دعاوى وهنالك إلقاء قبض وهنالك مشاكل كبيرة جدا لم تحسم لحد الآن، وفي ظل كل هذه التراكمات يقوم بتكليف عضو محافظة آخر بمهامه، لا هو مستوفي من الصيغة القانونية ولا من الصيغة الإدارية، وبالمجمل إن هذا الموضوع كله ليست له أي قيمة قانونية ولا إدارية ولا يمكن تنفيذه. فلذلك أتصور أن مثل هذه القرارات في مثل هذا الوقت أتصور ليست لها أي قيمة ولا لها أي أثر على المستوى المحافظة، والكل يتعامل معها يعني على أساس أنها وضع مؤقت، مجلس المحافظة الكل يعلم أنه معطل. بالرغم من تطبيق خطة فرض سلطة القانون في محافظة كركوك بعد 16 من تشرين الأول الماضي في عام 2017، ومع دخول قوات مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية إلى المحافظة، إلا أن محافظة كركوك لم تخلو من الاعتداءات والسرقة والاختطاف وعمليات السطو والابتزاز ضد التركمان، وما زالت العائلة التركمانية تتعرض لمختلف أنواع الابتزاز والخطف والسطو المسلح على يد مسلحين مجهولين. ففي منطقة الأسرى والمفقودين في محافظة كركوك تعرض دار أحد المواطنين التركمان إلى سطو مسلح من قبل مسلحين مجهولين الهوية، حيث قام المسلحون بالاعتداء على أفراد العائلة وابتزازهم وسرقة مصوغات ذهبية وكمية من النقود. في مدينة كركوك وخصوصا منطقة الأسرى والمفقودين تعرضت إحدى منازل العوائل التركمانية القاطنة في المنطقة إلى حادثة سطو مسلح وابتزاز واعتداء وسرقة المصوغات الذهبية والأموال على يد مسلحين مجهولين، حيث نفذ مسلحون مجهولون عملية سطو مسلح على منزل العائلة التركمانية، وقاموا بالدخول إلى المنزل عنوة، وبادروا على الفور باحتجاز أفراد العائلة في إحدى غرف المنزل، وأجبروهم على السكوت وتهديد أفراد العائلة والاعتداء عليهم بالسلاح بهدف سرقة ممتلكاتهم. وقد رصدت فضائية تركمانيلا الفوضى والتخريب الذي عاث بالمنزل وممتلكاته جراء قيام المسلحين المجهولين بالبحث فيها بغية سرقة المصوغات الذهبية وأموال العائلة التركمانية، حيث قام المسلحون بتهديد أفراد العائلة والتهديد بقتلهم والاعتداء على رب الأسرة بغية إخضاعهم وإسكاتهم. وخلال لقاء أجرته فضائية تركمانيلا مع رب الأسرة، قال المواطن التركماني إن منزله تعرض إلى سطو مسلح على يد مجهولين في تمام الساعة 9:30 مساء، وأن المسلحين دخلوا إلى البيت عنوة، مبينا أن المسلحين قاموا بالاعتداء عليه بوضع المسدس على رأسه تارة ومحاولة خنقه وضربه تارة أخرى، مبينا أن المسلحين كانوا ملثمين ويتكلمون اللغة الكردية فيما بينهم، مشيرا إلى أن السيارة أوصلت المسلحين وكان السائق يتصل بهم بين الحين والآخر للتأكيد من إتمام المهمة، مضيفا أن المسلحين سرقوا المصوغات الذهبية العائدة لزوجته وبعض الأموال ولاذوا بالفرار فيما بعد. فيما أشارت زوجة المواطن التركماني أن المسلحين كانوا يهددونهم بقتل ابنهم بوضع السلاح على رأسه، مبينة أنهم فور دخولهم إلى المنزل بدأوا باحتجاز أفراد العائلة في إحدى الغرف، ومن ثم أخذوا زوجها واعتدوا عليه بالضرب المبرح وتهديده بالقتل إذا لم يخبرهم عن مكان نقوده، مشيرة إلى أنها من رعبها وخوفها على حياة زوجها وأفراد عائلتها سارعت إلى إعطاء المسلحين المجهولين جميع مصوغاتها الذهبية.
في خضم الجدل السياسي الواسع حول الكابينة الوزارية الجديدة في الحكومة المقبلة، كشفت أطراف سياسية عن تعرض رئيس الوزراء العراقي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة عادل عبد المهدي إلى ضغوطات كبيرة من قبل بعض القوى السياسية الفائزة في الانتخابات من أجل القبول بمرشحيها كوزراء في كابينته التي من المقرر أن يقدمها في غضون 25 يوماً. عقب تكليفه برئاسة الحكومة الجديدة وتشكيل الكابينة الوزارية المقبلة، كشفت أطراف سياسية عديدة عن تعرض رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي إلى ضغوطات كبيرة من قبل بعض القوى السياسية الفائزة في الانتخابات من أجل القبول بمرشحيها كوزراء في كابينته التي من المقرر أن يقدمها في غضون 25 يوماً، حيث أكدت مصادر في تحالف سائرون التابع للتيار الصدري أن التحالف يقدم الدعم الكامل لعادل عبد المهدي في جهود تشكيل حكومته، مبينين أن زعيم التيار مقتدى الصدر أوضح في تغريدته الأخيرة دعمه لتشكيل حكومة من الوزراء المستقلين، معلنا عن عدم ترشيح أي وزير من قبله، مضيفين أن رئيس الوزراء المكلف يتعرض لضغوط من قبل بعض القوى السياسية الفائزة في الانتخابات من أجل القبول بمرشحيها للوزارات، مشيرا إلى أن تحالفه يأمل في أن يتمكن عادل عبد المهدي من تشكيل حكومته في التكنوقراط المستقل بعيدا عن الضغوط الحزبية وخلال المدة الدستورية التي تنتهي مطلع الشهر المقبل. في مقابل ذلك قال النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي أن الوزراء المستقلين سيفشلون في إدارة وزاراتهم، مبينا أن بعض الأحزاب ستحاربهم لعدم وجود كتل سياسية تقدم لهم الدعم والإسناد، مؤكدا أن العمل الديمقراطي في جميع دول العالم يمنح الأحزاب حق تشكيل الحكومات لأن الوزارات ستفشل في حال تولاها مستقلون حسب قوله. وفي السياق ذاته طالبت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي رئيس الوزراء المكلف بإسناد وزارتي النفط والنقل إلى وزيرين من محافظة البصرة التي شهدت مؤخرا احتجاجات لعدم توفر الخدمات، مؤكدة في بيان أن هذه المحافظة تعد من أكثر مناطق العراق إنتاجا وتصديرا للنفط لأنها تمثل رئة العراق الاقتصادية. وكان المتحدث باسم تيار الحكمة نوفل أبو رغيف قد أكد وجود اختلاف بشأن آليات وشروط الترشيح للوزارات والتكليف بالمواقع العامة، مشيرا إلى وجود رغبة بأن يكون الوزراء من خارج مجلس النواب، لافتا إلى أن تياره لا يرى ضرورة في استبعاد أعضاء البرلمان من تولي الوزارات، مبينا أن حزبه يدعم التكنوقراط السياسي إلى جانب التكنوقراط المستقل. في إطار الحرب المستمر ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن واشنطن وافقت على بيع 5 طائرات مروحية هليكوبتر من طراز بيل 407 إلى العراق. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن واشنطن وافقت على بيع 5 طائرات مروحية هليكوبتر إلى العراق. وقالت وكالة الأمن الدفاعية التابعة للبنتاغون إن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على بيع 5 طائرات هليكوبتر للعراق في صفقة بلغت قيمتها أكثر من 82 مليون دولار. وأضافت أن الطائرات من طراز بيل 407 مزودة بأسلحة رشاشة وأنظمة اتصال متطورة، مشيرة إلى أن هذه الصفقة ستسهم في تعزيز فعالية قوات الأمن العراقية بحربها ضد تنظيم داعش وحماية البنية التحتية الحيوية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع شركاء في التحالف الدولي تمكنت من القضاء على نسبة كبيرة من داعش بسوريا والعراق. على خلفية التفجير الإرهابي الذي نفذته عناصر منظمة فكك الإرهابي في محافظة بطمان في تركيا والذي أدى لاستشهاد 8 جنود أتراك وإصابة آخر بجروح، استنكر زعيم ائتلاف تيار الحكم الوطني عمار الحكيم التفجير الإرهابي الذي أودى بحياة جنود أتراك، مشددا أن تركيا والعراق في تنسيق وتعاون متواصل. استنكر زعيم ائتلاف تيار الحكم الوطني عمار الحكيم التفجير الإرهابي الذي أودى بحياة جنود أتراك،
مشددا أن تركيا والعراق في تنسيق وتعاون متواصل. وفي تصريح للحكيم في إحدى مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به قال: إننا ندين بأشد العبارات التفجير الإرهابي باستخدام لغم أرضي زرعه الإرهابيون بجانب إحدى الطرقات في محافظة باتمان في تركيا، والذي أدى لاستشهاد 8 جنود أتراك وإصابة آخر بجروح. وأكد الحكيم في بيانه عن تضامنه الكامل مع الدولة الجارة الجمهورية التركية حكومة وشعبا، لا سيما أهالي الشهداء، مجددا موقفه الثابت والرافض للعنف والإرهاب. وشدد الحكيم أيضا على ضرورة أن تطلع دول العالم والمنطقة بدور بارز في القضاء على هذه الآفة، داعيا إلى المزيد من التعاون الأمني والاستخباري لوأد المخططات الإرهابية الدامية في مهدها. يذكر أن محافظة باتمان شرق تركيا شهدت انفجار لغم أرضي زرعه إرهابيون بجانب الطريق في إحدى مناطق المحافظة، ما أدى إلى استشهاد 8 جنود أتراك وإصابة آخر بجروح بليغة. في إطار الحرب التي تخوضها القوات المسلحة التركية ضد المنظمات الإرهابية، أعلن الجيش التركي مقتل ما لا يقل عن 3 إرهابيين من منظمة بكك الإرهابية في غارات نفذها سلاح الجو التركي شمالي العراق، حيث قالت رئاسة الأركان العامة التركية في بيان إن سلاح الجو التركي تمكن من مقتل ما لا يقل عن 3 إرهابيين من منظمة بكك الانفصالية في غارات على مواقع تابعة لهم شمالي العراق. ودابت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة بكك وملاحقة عناصرها جنوب وجنوب شرقي البلاد وشمالي العراق. أكد وزير الدفاع التركي خلوص أكار أن تركيا تتابع عن كثب تحركات تنظيم يبكا وبكك الإرهابي في منبج سوريا، حيث أضاف أن تنظيم يبكا بكك الإرهابي تطوق مدينة منبج بالخنادق والسواتر الترابية، وقال: أجرينا التقييمات اللازمة وسنواصل ذلك، وتم اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الخصوص. خلال تصريحات للصحفيين عقب اجتماع الاستشارة والتقييم 27 لحزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة، أكد وزير الدفاع التركي خلوص أكار أن تركيا تتابع عن كثب تحركات تنظيم يبكا بكك الإرهابية في منبج السورية. وأضاف وزير الدفاع التركي أن تنظيم يبكا بكك الإرهابي تطوق محيط مدينة منبج بالخنادق والسواتر الترابية، وقال: أجرينا التقييمات اللازمة وسنواصل ذلك، وتم اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الخصوص، والوضع كله تحت السيطرة. وقال أكار إن كفاح تركيا لن يتوقف ما لم ينتهي الإرهاب والإرهابيون، ونحن عازمون على المواصلة حتى النهاية. وفي حزيران الماضي توصلت واشنطن وأنقرة إلى اتفاق خريطة طريق حول منبج سوريا، تضمن إخراج إرهابي تنظيم بايدا بكك منها وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة. أرسلت الجمهورية التركية حزمة من المساعدات الإنسانية إلى منكوبي الزلزال المدمر الذي ضرب جزيرة سولويس الإندونيسية والذي عقبته موجات تسونامي، ما أدى إلى مقتل نحو 1500 شخص على الأقل. أرسلت الجمهورية التركية حزمة من المساعدات الإنسانية إلى منكوبي الزلزال المدمر الذي ضرب جزيرة سولويس الإندونيسية وأعقبه تسونامي اجتاح الجزيرة، ما أدى إلى مقتل نحو 1500 شخص في الأقل، حيث تم إرسال خيم للإيواء وأكياس نوم إلى 2000 شخص، حيث أرسلت المنظمات الإغاثية 250 خيمة و1000 كيس للنوم للمتضررين جراء الكارثة التي حلت بأهالي جزيرة سولويسي، حيث تم إرسال حزمة المساعدات الإنسانية إلى المنطقة المنكوبة عن طريق شحنها جواً باستخدام طائرتين عسكريتين. بحسب الهلال الأحمر التركي، فإن الكارثة التي حلت بجزيرة سولويسي أدى إلى مصرع 1500 شخص وإصابة المئات، وأثر بشكل كبير على 600,000 شخص من ساكني الجزيرة. فيما أعلن الهلال الأحمر التركي إرسال خبيرين إلى المنطقة المنكوبة لتحديد حجم الأضرار ونوعية المساعدات اللازم إيصالها، وستتم توزيع المساعدات على المنكوبين من أهالي منطقة بالو في جزيرة سولويسي التي ضربها زلزال مدمر واجتاحها فيما بعد موجة تسونامي أدى إلى مقتل 1500 شخص وإصابة المئات بجروح، بالإضافة إلى إلحاق
أضرار مادية جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية في الجزيرة. في قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين، أحدهم طفل، وأصيب 376 آخرون جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين بمسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة. في ظل استمرار مسيرات العودة الفلسطينية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، استشهد 3 فلسطينيين، أحدهم طفل، وأصيب 376 آخرون جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين بمسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة. وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة في بيان: استشهاد 3 فلسطينيين، أحدهم طفل، وإصابة 376 آخرين جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين بمسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة. كما ذكر القدرة أن 126 شخصا أصيبوا بالرصاص الحي، بينهم 7 حالات خطيرة، مضيفا أن من بين المصابين 10 إناث وثلاثون طفلا ومسعف واحد إصابته خطيرة، موضحا تعرض سيارتي إسعاف وخيمة طبية للاعتداء بالرصاص. وحول الأزمة الإنسانية في اليمن، قالت منظمة الأمم المتحدة إن اليمن يعاني أصلا من أزمة إنسانية في العالم، وعدد لا يحصى من الناس يعيشون في جميع أنحاء البلاد منذ سنوات على شفا حفرة من الانهيار. قالت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا جراندي في بيان لها أن اليمن يعاني أصلا من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وعدد لا يحصى من الناس يعيشون في جميع أنحاء البلاد منذ سنوات على شفا حفرة من الانهيار. كما حذرت جراندي من تأثير استمرار انهيار العملة في اليمن في تفاقم خطر المجاعة الذي يهدد ملايين اليمنيين، وأردفت: أصبح الوضع لا يطاق بالفعل، وسوف نصل إلى نقطة لا رجوع إن لم يتم القيام بشيء لإنقاذ قيمة الريال اليمني. وأضافت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن أن البرنامج الأممي للأغذية وشركائه الإغاثيين يقدمون مساعدات غذائية شهرية لنحو 8 ملايين شخص يعانون الجوع الشديد. ووفقا للبيان، ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل حاد في الأسابيع الأربعة الماضية بسبب الانخفاض السريع في قيمة الريال اليمني. توفي يوم أمس الجمعة في الجمهورية التركية الطبيب المتقاعد والفنان والأديب التركماني الراحل الدكتور مصطفى صابر، وذلك بعد صراع طويل مع المرض. الفقيد الراحل الدكتور مصطفى صابر ينحدر من عائلة تركمانية مرموقة ومعروفة بانتمائها القومي وثرائها الثقافي والفني والأدبي. يوم أمس الجمعة في الجمهورية التركية الطبيب المتقاعد والفنان والأديب التركماني الراحل الدكتور مصطفى صابر، وذلك بعد صراع طويل مع المرض. الفقيد الراحل ينحدر من عائلة تركمانية مرموقة ومعروفة بانتمائها القومي وثرائها الثقافي والفني والأدبي. ويذكر أن الطبيب والأديب والموسيقي الراحل الدكتور مصطفى صابر ولد في كركوك عام 1926، وأكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة والإعدادية في كركوك. وكان الطبيب الراحل مصطفى صابر يشغل منصب رئيس الهيئة الاستشارية لبيت المقام العراقي في كركوك. وقد سافر صابر إلى تركيا لينتسب إلى كلية الطب في جامعة إسطنبول ليحصل على شهادة بكالوريوس في الطب عام 1956، ومارس مهنة الطب لأكثر من 30 عاما في مختلف مستشفيات العراق.
وشارك الفقيد الراحل في الكثير من المؤتمرات العلمية، منها مؤتمر طب العرب في القاهرة عام 1961، وفي المغرب عام 1980، وفي عمان عام 1988، وفي جميع المؤتمرات الطبية داخل العراق. وكان للطبيب مصطفى صابر إلى جانب الطب اهتمامات موسيقية، وله تسجيلات على آلة العود في الإذاعة العراقية بالاشتراك مع المرحوم الأستاذ جميل بشير وشقيقه المرحوم الصيدلاني صبحي صابر، وله مقالات أدبية في الصحف المحلية ومقابلات تلفزيونية في شؤون الأدب والثقافة والموسيقى. يذكر أن الطبيب الراحل مصطفى صابر كان يجيد اللغة الإنجليزية والتركية بالإضافة إلى العربية، وزار الكثير من دول العالم لحضور المؤتمرات ونشاطات علمية في أوروبا وآسيا وأفريقيا. وقد تسلم الراحل منصب رئيس نقابة الأطباء العراقيين لفترة من الزمن، وله حضور دائم في الأوساط الفنية والأدبية، وله إسهامات وتبرعات لمساعدة الآخرين. ختام النشرة، تقبلوا تحياتي، إلى اللقاء.